أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. طبعا قالت الحرب الإسرائيلية لا تزال تواصل القتل والتدمير وسفك الدماء، ارتكاب المجازر في قطاع غزة بكل الأشكال الممكنة، ضاربة بكل قواعد القانون الدولي والإنساني، عرض الحائط ومتجاهلة أيضا طبعا قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات المحكمة الجنائية الدولية وكل المطالبات بالوقف الفوري لإطلاق النار، وحتى غير مكترثة بمناشدات العالم من الجانب الإنساني والضمير الحي بإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل دائم أو بشكل مستمر ومستدام، مع إصدار كمان فكرة الحديث عن مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو وأيضا وزير دفاعه جالانت من المحكمة الجنائية الدولية. ربما نجد أنه زاد الغضب والجنون الإسرائيلي، تصريحات كاذبة كثيرة على أطراف كثيرة، تجاهل لأي قرارات دولية وغيرها من الأمور، بل وازدياد الوحشية حتى في القصف، حتى أنه الخيام التي كان يحتمي بها تحتمي بها العائلات والأطفال تم قصفها واحترق كل من كان بها. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن أمور كثيرة تتعلق بالقضية الفلسطينية وتتعلق أيضا بزيارة الرئيس السيسي إلى الصين والمشاركة في المنتدى العربي الصيني، لأنه هناك أمور مرتبطة مع بعضها البعض بشكل وبدرجة كبيرة جدا. ضفنا الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني لو تسمح لنا نبدأ مع حضرتك من المنتدى العربي الصيني، التعويل على الدور الصيني في أنه يشارك في حل الأزمة الراهنة في غزة مع الضغط المصري دائما ومع إبراز مصر لما يحدث هناك على الأرض وتفندها لكل المزاعم الإسرائيلية اللي اعتدنا عليها طبعا طيلة العمر الحقيقة وتحديدا في الشهور الماضية، كيف ترى الوضع يا فندم؟ يعني الوضع طبعا في العلاقات العربية الصينية متعدد الوجوه، يعني في وجه الاقتصاد وهو الوجه الأبرز ووجه مبادرة الحزام والطريق، وطبعا معروف ان الصين هي الشريك التجاري الرئيسي لاهم دول المنطقه، لكن هذا لا يعني بالضروره ان كل شيء على ما يرام بالنسبه للدور الصيني او بالنسبه للدور الروسي. لا احد يستطيع ان ينكر دور الصين وروسيا كعضوين دائمين في مجلس الامن في مسانده القرارات التي تقدمها المجموعه العربيه عموما، يعني واخرها القرار الذي قدمته الجزائر ولا يزال ينتظر التصويت، خاصا أيضا بوقف إطلاق النار. لكن عدا هذا الدور الدبلوماسي الدولي وعدا الحديث عن إقامة مؤتمر سلام واسع النطاق، أعتقد أن فكرة مؤتمر السلام واسع النطاق هي فكرة طبعا مكررة، يعني في مؤتمر جنيف في السبعينيات القرن العشرين، مؤتمر مدريد في أوائل تسعينيات القرن العشرين وغيره، لكن الواقع على الأرض مختلف. مختلف في إيه؟ مختلف إنه في ظل التحول الجاري العنيف في مظاهره أو في بعض كثير من مظاهره من عالم الأحادية القطبية إلى عالم تعدد الأقطاب، بما يعني استحضار دور دولي أكبر للصين وروسيا وغيرها في الشرق الأوسط كما يقولون أو في المنطقة العربية كما أقول، يبدو الدور السياسي والعسكري الصيني والروسي أقل بكثير من كثافة الدور العسكري الأمريكي المخيم في المنطقة. اثنين، أقل من لا يتوجد رابطة بين الفلسطينيين على سبيل المثال مع الصين أو مع روسيا موازية للرابطة التي تجمع واشنطن إلى تل أبيب، وهي رابطة اندماج استراتيجي وحماية كاملة وبلطجة من الطرفين. هنا 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 هذه نقطة الفارقة، بمعنى أيضا هناك الموقف العربي. الموقف العربي ماذا يطلب من الصين؟ لا يطلب منها أكثر مما تفعل. ليه؟ لأن الموقف العربي أيضا لا يفعل سوى ترديد أحاديث مكررة تطبع في الكلوري حول الدولة الفلسطينية وإلى آخره. يعني طب ماذا يطلب من الصين؟ أن تعترف بالدولة الفلسطينية، هي اعترفت من زمن طويل جدا، وروسيا اعترفت من زمن طويل جدا بالدولة الفلسطينية من قبل هذه الأزمة، من قبل 7 أكتوبر، ومن يعني من سنوات طويلات جدا يعني. إنما ماذا يطلب بالضبط؟ هنا نصل إلى مربط الفرس كما يقولون.
الدول العربية عليها أن تراجع موقفها مما يجري في فلسطين بعامة وفي غزة بالذات في ضوء هذه التطورات. هذه التطورات بتقول إيه؟ بتقول لا جدوى من أي نشاط دبلوماسي دولي، بتقول لا جدوى من أي تعويل على النظام الدولي في هذه الأزمة. ليه؟ لأنه فيه كيان مارق وفي دولة كبرى قررت التحول إلى قانون الغابة بدلا من القانون الإنساني. هذه هي النقطة الضعف الرئيسية في الموقف. اثنين، هل نطلب من الصين مثلا وروسيا أن تقطع علاقتهما بإسرائيل؟ طيب اقطعوا انتوا الأول. فيعني هي فكرة. طب ما البرازيل عملتها وقطعت. البرازيل عملتها وكولومبيا عملتها. صحيح. وغيرها عملتها. صحيح. لكن ببساطة أنت حين تريد أن تنتصر لقضية بصدق لابد أن تنظر في نفسك أولا فترى ما تفعل، ثم تطلب من الآخرين أن يعينوك. أنت لا تطلب من الصين غير أن تعينك في كلام حول الدولة الفلسطينية وإلى آخر مؤتمر السلام الدولي. ماذا سيفعل مؤتمر السلام الدولي؟ لأنه في النهاية على موائد المفاوضات ثنائية كانت أو جماعية تنعكس موازين القوى على الأرض. فكيف ندخل الصين وندخل روسيا كطرفين فاعلين وهما كذلك على مستوى الدولي في قضايا عديدة، كيف تدخلهما في الأزمة؟ يتطلب الأمر أولا أن تكون مستعدا ومغيرا، لأن احنا الحقيقة علينا أن نراجع فكرة السلام خيار استراتيجي ليه، لأنه ثبت ماذا يمكن أن يدعى إليه. هل يدعى إلى سلام مع قتلة الأطفال، مع البلطجية، مع 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 هم أطاحوا بكل شيء وبكل اعتبار وبكل تحذير. طيب. صدر عن أي طرف. طيب. كان اللي حضرتك بتقوله ده هخليني أسأل حضرتك سؤال في تفاصيل كتيرة. معلش استحملني. فضل. في السؤال ده فضل. طبعا من المعروف أنه في صراعات داخلية إسرائيلية كثيرة جدا، وغضب إسرائيلي وغضب من جهات حكومية وغضب من الشعب نفسه ضد حكومة نتنياهو وما إلى ذلك. ماذا لو تم تغيير الحكومة؟ هل من الممكن أن يتم أولا أو بداية محاسبة الحكومة الحالية ومحاسبة نتنياهو ووزير الدفاع وكل من تسبب، طبعا من اليمين المتطرف الأكثر تطرفا، كل من تسبب في هذه المآسي التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني، ثم الحديث مرة أخرى عن الدولة الفلسطينية المستقلة وما إلى ذلك، ولا أنه كله يا فندم لازم يجي سياسيا يعني في وقت واحد مع بعض؟ يعني هي الدول بتفكر فيها ازاي يا استاذ عبد الحليم؟ الفكره ببساطه، انت من قبل هذه الفقره كنت تناقشين قرار اسرائيلي باعتبار الأونروا اللي هي وكاله غوث وتشغيل لاجئين فلسطينيين مؤسسه منذ بدايه الصراع مرتبطه بقرار الامم المتحده والجمعيه العامه بحق العوده وغيره بإلغاء. طبعا إسرائيل موقفها من الأونروا ليس وليدا لأكاذيب ترددها حول شبهات أنه في عدد من منتسب الأونروا لهم علاقات مع حركات المقاومة الفلسطينية، وهذا لم يثبت أصلا بأي دليل، ولو ثبت لا يعني شيئا. صحيح. لأن الحديث يدور عن عدد من الأفراد لا يزيدون عن عدد أصابع اليدين. صحيح. بينما العاملين في الأونروا في غزة، هي طبعا لا تعمل فقط في غزة، هي تعمل في غزة، تعمل في الضفة الغربية طبعا. تعمل في لبنان، تعمل في الأردن، فالفكرة الأساسية أن منظمة الأونروا فيها 30,000 موظف، في 13,000 موظف في غزة. كمان الأمم المتحدة احنا أصدرت تقريرا الأونروا عن تحقيق فيما تدعي إسرائيل، قالت أنها لم تعثر على أي دليل حتى بالنسبة لهؤلاء الذين فصلتهم الأونروا منذ ادعت إسرائيل عليهم ذلك. يعني فهنا أنت عندك يعني استهانة بكل شيء. طب من أصدر هذا القرار؟ الذي أصدر هذا القرار هم كل الأحزاب في إسرائيل وليس نتنياهو وحكومته فقط. علينا يعني أن نتعامل مع الحقائق كما هي لا كما يعني نتمنى. اثنين، ما الذي يريد يعني يزيد اللغط في الداخل الإسرائيلي؟ الذي يزيد اللغط أنه مرت 8 شهور ولم يتحقق شيء من الأهداف المعلنة، إضافة
للهدف غير المعلن اللي هو الجوهري لتهجير الفلسطينيين من غزة. إلى الآن لا يزال الفلسطينيون في غزة ينزحون من غزة إلى غزة ولم ينزحوا إلى خارج الأرض الفلسطينية إلى الآن، رغم كل هذا القهر وكل هذا والضغط، كل هذه الأشلاء، كل هذا الدمار، كل هذا الحرق، كل هذا الإفناء، لم تحدث أي ظواهر هجرة جماعية الطابع. وأنا لما حين أتحدث عن أي ظواهر أنا بتكلم عن المينستريم اللي هو التيار الرئيسي بين الفلسطينيين، لكل شعب مقاوموه وخوانته. ويرد أنه أي حد في أي شعب هنا في مصر، هنا في فلسطين، هنا في أي دولة في العالم، فيه الشذوذ، ظواهر الشذوذ والانحراف أو الاستثناء، لكن المجرى الأساسي للوجدان الجماعي التمسك بالأرض الحقيقة 70% منهم أبا عن جد عانوا هذه المحنة وتراكمت لديهم قناعة واضحة جدا بأنه ما إن يتركوا فلسطين حتى لا يعودوا إليها أبدا. فهنا هذا الفشل المركب لهذه الحملة العسكرية الوحشية الإسرائيلية الأمريكية في غزة، أعتقد أنه هو السبب الرئيسي في التفاعلات على الجانب الآخر من التل داخل إسرائيل أو داخل أمريكا. أمريكا في الأسبوع الأخير مثلا في استقالات في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وغيرها، منها موظفة كبيرة جدا في وزارة الداخلية الأمريكية يهودية، قالت إنني كيهودية أرى أنه الإجرام فاق كل حد ممكن، الإجرام الأمريكي، لأنه في قضية زي اللي أنت أشرت إليها مثلا حرق الخيام بفوق مخيم تل السلطان في المنطقة التي قالت إسرائيل أنها منطقة آمنة فذهبوا إليها فأحرقتها. صحيح. لحظة تصريحات المتحدث العسكري الإسرائيلي في الأول أنكر، نمرة اتنين قال ده احنا ده صاروخين أو قنبلتين زنة 17 كيلو جراما ولا يمكن أن يفعل ذلك. اللي حصل إن حماس كان لها مخزن أسلحة. طب أنت بتدعي إن أنت شفت اتنين من حماس بتدور عليهم، تدعي أنهم يديران العمل في الضفة الغربية، شفت اتنين وما شفتش مخزن، شفتش منصة صواريخ اللي بتزرعها، ما شفتش الأطفال والعائلات اللي موجودين، وما شفتش أي حاجة. تلاتة، بعد كده لجأ إلى تلفقة وكذبة أخرى إن القنبلتين كل واحدة تزن 110 كيلوغرامات، راح نزل الفرق بين 17 و 110 سبعة أمثال تقريبا، وهكذا. هذا الكلام التافه كيف تتقبله هذه الأمريكا؟ هذه الأمريكا تقول نحن سعداء جدا بالتحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في محرقة الخيام، ثم أضاف محرقة أخرى في المواصي كذا. فهنا الفكرة الأساسية علينا أن ندرك أنه أمريكا وإسرائيل شيء واحد. كان فيه بعض خلافات عائلية على السطح ذات طابع تكتيكي. في الفترة الأخيرة يمكن تصوير المشهد الإسرائيلي الأمريكي على النحو التالي، أنه بن جفير يمسك حبلا يطوق به رقبة نتنياهو ويشد إليه، ثم نتنياهو يمسك امتداد ذات الحبل يطوق به رقبة جو بايدن يشد إليه. ما من موقف وحيد اتخذه هذا الجو بايدن ثبت عليه. معروف قصة ان احنا دخول رفح وكذا وانا نعارض وبتاع، الان ماذا يقولون؟ لا هم اصلهم ما عملوش العملية اللي احنا كنا بنحذر منها يعني. فيعني هذه الالتباسات بتقول ببساطة انه احنا بصدد مش بس دولة مارقة اللي هي كان الاحتلال الإسرائيلي، احنا بصدد دولة كبرى مارقة تحطم قواعد النظام. طب الدولة الكبرى دي حضرتك بتتكلم هنا على الولايات المتحدة الأمريكية طبعا. طيب ما هو زي ما الاتهامات دلوقتي لجو بايدن من فكرة الدعم المطلق والأعمى لإسرائيل، ما هو كمان مش حاجة مطمئنة قوي لما بنسمع انه المنافس ليه في الانتخابات والرئيس السابق دونالد ترامب كمان تصريحاته في منتهى الاستفزاز الحقيقة. أسوأ منه. يعني انا لو انا رجعت رئيس وكانت الحرب دي مستمرة انا هخلص على طول باني حبيد وحقتل الفلسطينيين وحامل وهكذا. ويقتل هو يبقى هي الفكره هنا الفكر هنا جاي في الاداره الامريكيه بصرف النظر عن مين اللي ماسك تاريخيا هذه الاداره. التيار الرئيسي الامريكي اللي هو يتضمن الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وغيره، اسرائيل بقره مقدسه عند التيارين.
لما تشوفي مثلا اليهودية اللي استقالت من كذا لأنه حسها الأخلاقي لا يسمح، لأنها حسب ما بتقول إن أجدادي لاقوا هذا العذاب من قبل، ولا يمكن أن أتخيل إنه هذا العذاب الذي يجري الفلسطينيين يمكن أن يكون موافقا لأي قيم دينية أو وضعية أو غيره. طيب في لينزي جراهام اليهودي أيضا والجمهوري، ساير إسرائيل في اعتبار محكمة العدل الدولية يعني طلب أيضا بإلغاء محكمة العدل الدولية، إسرائيل طلبت إجراء عقوبات على محكمة العدل الدولية، يسعى هو في الكونجرس الأمريكي لإنزال عقوبات بمحكمة العدل الدولية. كشفت الجاردن خلال هذا الأسبوع أن فاتو بن سودة اللي هي المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية من قبل، حين قدمت إليها دعاوى من الدولة الفلسطينية أو من الطرف الفلسطيني عن جرائم إسرائيل قبل 7 أكتوبر، ما هي جرائم متصلة، وبدأت في التحقيق فيها، أن يوسي كوهين اللي هو مدير الموساد ذهب إليها والتقاها شخصيا وهددها بأشياء عائلية وكذا. فهنا أنت عندك إجرام على الهوى، إجرام أمريكي إسرائيلي بلا حدود. ومن هنا أنا أرجو طبعا في كلمات ألقيت في المنتدى الصيني كلمات عربية كلها تدور حول معنى النظام الدولي واستعادة قواعد النظام الدولي ومناشدة المجتمع الدولي. أنا عاوز أقول لهم المجتمع الدولي واخد أجازة يا شباب، اعملوا حاجة تانية. طيب الحديث عن المجتمع الدولي كمان هنا على ما يجري في الداخل الإسرائيلي، آخر تطوراته خد بالك مثلا أنه جانتس اللي هو بتاع معسكر الدولة اللي هو انضم لما يسمى مجلس الحرب الإسرائيلي، لما في مجلس الحرب الإسرائيلي قال أنا عمل مؤتمر صحفي وقال أنا والله في يوم 8 يونيو هترك مجلس الحرب. طب ليه يا أستاذ جانتس؟ قال لك أنا طالب 8 طلبات، الثمان طلبات هم نفس طلبات نتنياهو، سوى أنه أعاد ترتيبها، جاب صفقة لإفراج عن المحتجزين في الأول، بعد كده القضاء على حماس، نزع سلاح غزة، إدارة أمريكية أوروبية لغزة، ووجود كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة. ده الكلام على يعني اليوم حتى فكرة أن تكون إدارة أممية كانت واحدة من المقترحات اللي اتقالت من اليوم فترة التالي دي كمان مش موجودة في الحزبين؟ هو بنصه كده إدارة أمريكية أوروبية فلسطينية، ده النص اللي قاله. ما أنا معرفش إيه علاقة أمريكا وأوروبا بإدارة الفلسطينيين، مسخرة يعني حقا. طيب في المجتمع الدولي لو تسمح الأخير اللي عاوز أقوله باختصار، علينا أن ندرك أنه هذه التخلصات في الداخل الإسرائيلي في الشارع أو في السياسة ناتجة أساسا من الفشل والإخفاق في الحملة على الفلسطينيين رغم كل هذا القتل وكل هذه الإبادة، وأنه ببساطة أيضا سموتريتش رفيق بن جفير بيطالب بنقل الحرب إلى الضفة الغربية على نحو ما جرى ويجري في الأيام الأخيرة في طول كرم وفي جنين. جنين دي دخلوها 35 مرة سحقا، وجنين اللي بيدخلوها دي كيلو متر مربع مخيم جنين. فهنا احنا عندنا حقيقة موجودة على الأرض إنه لا يفل الحديد إلا الحديد. صحيح. المقاومة هي العنصر الوحيد الموجود في الصورة الكبرى الذي له معنى. كل عناصر أخرى خالية من المعنى. ومن ثم فإنه معسكر الدولة بتاع جانتس وأيزنكوت اللي أيضا بيحتج ويشير إلى فشل نتنياهو أو يائير لبيد أو غيره، بيكلموا دلوقتي عن إن إحنا هنعمل في الكنيسة فكرة تقديم قانون لحل الكنيسة وإجراء انتخابات مبكرة. لنلاحظ أيضا أن استطلاعات الرأي التي كانت تعطي جانتس نسبة أكبر من نتنياهو بكثير تراجع الأمر الآن، وأصبح نتنياهو متقدما على جانتس. فبالجملة لا تعويل عندي كبير على ما يحدث في الطاقم السياسي الإسرائيلي. طيب ده الطاقم السياسي الإسرائيلي. المجتمع الدولي اللي حضرتك قلت انه واخد اجازه. المجتمع الدولي احنا عندنا 3 دول اعترفت بفلسطين طبعا. دوله مستقله طبعا. تمام. وعندنا اربع دول، وسلوفينيا دخلت في صحيح. طيب وعندنا ربما بلجيكا فيما بعد صحيح،
وعندنا الاتحاد الأوروبي رفض تصنيف أونروا منظمة إرهابية، ودي طبعا صفعة كبيرة على وجه الكيان الإسرائيلي. صحيح. عندنا حركة تكلمت عن الجانب الصيني والروسي، الجانب الأمريكي طبعا معروف دوره. سؤالي لحضرتك هنا، دولة زي فرنسا وبريطانيا طبعا، بس فرنسا يعني مثلا لما الرئيس الفرنساوي يطلع مؤخرا في تصريحات يقول احنا عندنا شروط لو اتعملت، شروط ليها علاقة بالإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، لو اتعملت احنا ممكن نعترف بفلسطين دولة مستقلة، وده لو حصل يبقى خطوة حلوة لان دي فرنسا. هو ما قالش يمكن، او التقارير لم تشر انه ايه هي الشروط اللي بيتكلم عنها دي. في كل الأحوال فرنسا وبريطانيا ايه اللي مطلوب، او هم واقفين فين دلوقتي، مسافتهم ايه دلوقتي من فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، او على الاقل مزيد من القرب مع الدول اللي تيقنت للإجرام والوحشية اللي الكيان بيعملها في حق الفلسطينيين؟ يعني اسمحي لي، اولا عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية يصل الى نحو 150 دولة، مش ظاهرة حديثة. الحديث في الموضوع ان دولا غربية تعترف بالدولة الفلسطينية. يعني كل بقيه ال 143 دولة اللي قدموا قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالبون بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية، كل هذه الدول معترفة بالدولة الفلسطينية. وقيمة هذا الاعتراف من الزاوية الدبلوماسية انها معترفة بالدولة الفلسطينية على حدود 67 بما فيها القدس. فهنا هذا الكلام مفيد ليس ضارا، واستمرار العمل الدبلوماسي والقانوني والسياسي رغم عدم جدواه في المدى المنظور مطلوب، لأنه يحدث تراكما في الانحياز للحق الفلسطيني. لكن الأساس في الصورة لكي تعتدل الموازين هو القوة في مواجهة القوة. لا يوجد أحد يتقدم بقوة في الميدان غير المقاومة الفلسطينية. نعم. بساطة شديد. نعم. هذه المقاومة الفلسطينية إذا تصحها نجبي بيتكلم عن أن احنا محتاجين 7 شهور زمان كمان، ويرد عليه ايزنكوت اللي هو معارض لنتنياهو فيقول له لا ده احنا محتاجين 5 سنين وبس نتنياهو ما يبقاش موجود. هنا تغيير الوجوه وتبديل الوجوه يبدو بلا قيمه، لانه هذا الايزنكوت نفسه وهذا الجانتس سبق ان دخل غزه وفشل في غزه. كل هؤلاء ذاقوا الطعم يعني المرير، ما عندهمش مانع من المزيد من القتل والقصف، ما عندهمش مانع. لكن مجرد احداث اي تغيير في 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 الفريق وفي توزيع الفريق سيحدث بالضرورة تغييرا في مصائر الحرب القائمة. لأنه ببساطة معروف موقف نتنياهو، يريد الحرب إلى يوم يبعثون، ومعروف أن الأطراف الأخرى لا تجرؤ على معارضة نتنياهو في أهدافه، لكنها تريد إزاحة نتنياهو لتحل محله. إذا حلت محله فستكون أقرب لطرف العائلة الآخر في واشنطن في فكرة اتباع أساليب أخرى من نوع طلب تطبيع مع بعض الدول العربية إلى آخر. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، شكرا يا فندم لوجود حضرتك معنا. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من حديث الأخبار، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي أنا منى فاروق، دمتم في أمان الله.